السلام الله عليكم، مرحبا بكم إخواني أخواتي، أسعد الله أوقاتكم من كل مكان. اليوم في حلقة جديدة سنشرح فيها طريقة يعني فتح قناة يوتيوب وربطها مع الأدسنس، يعني طريقة إعداد القناة وما إلى ذلك لتكون جيدة ومتجاوبة. يعني عندما يأتي الزائر يجب أن يرى شكل جميل هكذا لتجذب قناتكم وما إلى ذلك. طبعا إعداد قناة أو إنشاء قناة هو سهل جدا، ربطها بأدسنس هو سهل، ولكن الكثير ما زال يسألني عن الطريقة ما إلى ذلك. لذا في البداية أدعوكم إلى الاشتراك في قناتي إن كانت أول مرة تشاهد فيديوهاتنا، متابعتنا على التويتر وعلى الفيسبوك والزيارة الدائمة لموقعنا، ونبدأ على بركة الله. في البداية تحتاج إلى حساب جوجل، إن لم يكن لديك حساب جوجل لا علينا، سندخل ونسجل عادي جدا، نضغط هنا فتح حساب في الأسفل كما ترون هنا. إن لم يكن لديك جيميل تضغط هنا، إن كان لديك جيميل ضع هنا بعد وضع الاسم واللقب، سأكتب هكذا فقط هنا. إن كان لديك حساب جيميل أو أي إيميل آخر يمكنك وضعه، إن لم يكن لديك تضغط هنا فقط وتكتب عادي جدا. سأعطي إيميل عشوائي فقط هكذا، باسورد، نعيد الباسورد، يعني التسجيل عادي جدا. هنا تاريخ الميلاد، سأعطي كل شيء عشوائي هكذا فقط. تضع رقم الهاتف، تختار هنا البلد الخاص بك في الأسفل، وتضغط على المرحلة التالية، ثم تضغط قبول يعني أقبل الشروط الخاصة وما إلى ذلك. الآن هكذا قد فتحنا حساب على جوجل بلاس وما إلى ذلك، نذهب إلى قناتنا على اليوتيوب بكل هذه السهولة والبساطة. سنبدأ في إعداد القناة وما إلى ذلك. نذهب إلى هنا ماي شانل، ثم يطلب منك يعني أن تستعمله هكذا، تضغط هنا يعني كري إنشان يعني أو فتح قناة. بكل هذه البساطة أنت فتحت القناة. الآن أذهب إلى قناتي يعني هكذا لتقوم بالإعدادات. أنا وضعت صور ما إلى ذلك، يعني ستذهب إلى الجوجل بلس لتضع صورة هنا، لست بالحاجة إلى جوجل بلس هنا. لتضع كوفر خاص باليوتيوب تحتاج إلى يعني مقاسات معينة، يمكن لي أن أصمم يعني لك واحدة مثل هذه مقابل يعني مادي بسيط، أو يمكنك البحث في جوجل لوحدك والتصميم لوحدك إن أردت ذلك، يعني ليس أي شيء إجباري. أضغط هنا ثم أضغط يعني جلب صورة، تذهب إلى المكان التي توجد به الصورة. والآن سأحفظ هذه الصورة يعني من الفوتوشوب، برنامج الفوتوشوب ما إلى ذلك للتعديل، تجده يعني دائما كل شيء أسفل الفيديو. أصغر هذه الصورة قليلا هكذا، لو أوكي. الآن هنا سأجلب الصورة من سطح المكتب. يعني أول شيء مهم هو الكوفر والصورة الشخصية يعني لتصبح قناة جيدة. يعني نحن لماذا هذه الصورة كبيرة؟ نحن ما يهمنا هو هذا الجزء فقط، ولكن يجب أن تضع صورة هكذا كاملة. هذه الصورة أنا صممتها لوحدي، ننتظرها حتى تحمل ونكمل معك. الآن هنا كما ترون يعني حملت الصورة وما إلى ذلك، يمكنك عمل ضبط واختصاص يعني للتكبير والتصغير وما إلى ذلك. يعني سنرى كما ترون يمكنك التصغير أكثر هنا لضبطها بشكل أفضل يعني، وتضغط تحديد يعني هكذا رفعت الصورة وما إلى ذلك. الآن يعني بعد قليل سيرفع أيضا الصورة الثانية، سترفع هنا بعدما رفعناها على جوجل بلس، يعني بعد أن وضعت هنا ستأتي لاحقا إلى هنا. نذهب إلى باقي الإعدادات، نضغط هنا استوديو مبدعي المحتوى. الآن نذهب إلى القناة للقيام ببعض الإعدادات، إعدادات متقدمة. هنا تختار البلد، هنا تختار الكلمات المفتاحية مثلا للقناة وباقي الإعدادات. هنا يمكنك ربط حساب أدورد، هنا يعني لديك باقي الإعدادات والجوجل أناليتيك إن أردت يعني أن ترى يعني كل ما يجري على قناتك، يعني تتابعها وتضغط على حفظ وتتابع يعني على باقي الإعدادات. نضغط على الحالة والمميزات هنا لضغط إثبات الملكية، تختار هنا البلد، ثم تختار هنا عبر رسالة صوتية أو نصية مثلا هكذا،
وتختار رقم الهاتف وتكمل معها هكذا لتقوم بإثبات الملكية والتأكيد. الآن هنا ما معنى هذه العلامات الخضراء؟ هذه العلامات الخضراء مستوفي الشروط، معناه ليست لديك حقوق الطبع والنشر وحقوق الملكية. أولا هذه الأولى يعني هي مثلا لا تذكر سبام أو الهاكر أو فيديوهات للغاية أو ما إلى ذلك، يعني الفيديوهات الممنوعة وهي واضحة يعني وضوح الشمس لا تستعملها ابدا. الخيار الثاني هو حقوق الطبع والنشر، مثلا تنشر ماركه هاتف مثلا مثل LG او سامسونج يظهر في فيديوهاتك يعني بدون مثلا اخذ يعني التصريح، قد تقوم الشركه بالمطالبه بحقوقها وقد تعمل لك سترايك، يعني لو اتتك ثلاث مخالفات واصبح هنا احمر ثلاث تقفل القناه، يعني ولو هناك واحد اثنان الثالث تقفل القناة. في الأول والثاني مثلا لن يمكنك وضع فيديوهات طويلة، لن يمكنك مثلا مطالبة بحقوق نشرك في حال سرق أحد فيديوهاتك وما إلى ذلك، يعني هذا الأمر ركز جيدا عليه في فتح القناة. وتصدر القناة ونتائج البحث تجدها في الحلقة السابقة على اليوتيوب. الآن نكمل مع تحقيق الدخل، حيث سأشرح لكم اليوم عن جوجل أدسنس، وفي الحلقة القادمة سأشرح لكم بدلاء جيدين يعني في مكان جوجل أدسنس لربطهم كيوتيوب بارتنر. اضغط هنا تمكين في الحقوق، تمكين حسابي. الآن ستظهر لك نافذة وبعض الخيارات تختارها وتكمل معها. فقط شيء واحد، إن لم تأتيك غير اللغة إلى إنجليزية كما فعلت أنا، واضغط يعني هذه الثلاث خيارات وتضغط I accept يعني وافق على الشهور على الشروط عفوا. وكما ترون أتتني تلك الخيار وضع مثلا عندما أرفع فيديو أضع له صورة مسبقة، هذا شرحته في الفيديو السابق لتصدر نتائج البحث وما إلى ذلك. أنا حاليا لا أضع أي فيديو، يعني كما ترون قناة جديدة. الآن نذهب من جديد إلى Creator Studio، يعني سأشرح لكم كل ما يوجد في اليوتيوب هنا من هذه الخانة Create. يمكنك صنع فيديو هنا، فيديو Editor يعني لصور أو فيديوهات تدمجها ما إلى ذلك. هنا لديك الأناليتيك يعني كل ما يجري على قناتك. الآن هنا كما ترون هنا يعني عن تفعيل الدخل نحن قمنا بتفعيله. لدينا هنا upload ديفو يعني هاته يعني كل ما ترفع الفيديو، يمكنك هنا وضع ديسكريبشن يعني في كل فيديو ترفعه ستجدها تلقائيا موجودة مثلا صفحتي على الفيسبوك وتضع رابطها، يعني ستجد دائما هذه الإعدادات متوفرة من طاق من إعداداتك، يعني هنا allow comment أو approved يعني حتى توافق على الكومنتات لتظهر. هنا تجد العديد من الخيارات upload ديفو، نضغط save. وهنا لديك اللايف ستريمينج، هنا لديك الفيديو مانجر يعني لتتحكم في فيديوهاتك وما إلى ذلك. هنا الداشبورد، الداشبورد هو شيء مميز جدا، يعني بعد تفعيل الدخل ستجد هنا your estimated يعني ريفني يعني أرباحك المقدرة. مثلا نحن في الرابع من الشهر أرباح المقدرة هي 200، لو توقفت عن الرفع قد تنزل هذه الأرباح المقدرة، قد تصبح 100 يعني بعد 10 أيام. في 15 من الشهر سيقوم اليوتيوب بتحويل مالك من اليوتيوب إلى الأدسنس. في 21 من الشهر تقدر يعني على أخذ مالك من جوجل أدسنس، ضعها دائما في رأسك، يعني هذه الأرباح هذه مقدرة فقط، لا توجد هنا محفظة على اليوتيوب. هنا لديك الواش تايم، لديك الفيو والسبسكرايب. هنا سأقول لك شيء فقط، معلومة بسيطة، تحتاج هنا لديك كم مشاهدة، عدد المشاهدات. لو كانت لديك 1,000,000 مشاهدة لا معناه أنك حصلت على $1,000، بل تحتاج إلى الواش تايم، يعني كم جلس هذا الشخص، يعني كل مشاهدة مثلا لدي 1,000,000 مشاهدة، كل شخص شاهد الفيديو لدقيقة ستصبح لدي 1,000,000 دقيقة. ولكن لو كانت لدي 1,000,000 مشاهدة وكل شخص شاهد الفيديو لمدة 5 دقائق ستصبح لي 5,000,000 دقيقة من المشاهدة، وهذه 5,000,000 هي التي تأتيك بال$1,000 وليس الفيو. هذه ضحى جيدا في عقلك. الآن نعود من جديد إلى الشانل يعني تحقيق الدخل. الآن تضغط how will be paid وتضغط associate an AdSense account، تضغط next. يعني ركز جيدا في هذه الأمور لأنها تظهر بسيطة ولكن فيها الكثير الكثير من التعقيدات. أضغط هنا sign in، تختار هنا اللغة، سأختار العربية. save and continue، تختار هنا البلد، تختار الوقت الخاص بك هنا مثلا، هنا تختار individual، هنا تضع اسمك
الحقيقي، تضع اسمك الحقيقي هنا، يعني اسمك ولقبك. مثلا نقول أن لقبي هو أمني واسمي هو أمين، مثلا اسمي الكامل. ثم هنا تضع الأدرس الخاص بك، مثلا لا أعرف، مثلا هكذا أنا أخلقت فقط، ولكن أن تضع معلوماتك الحقيقية. هم يعرفون أنها هي الجزائر، ولكن ضع معلوماتك الحقيقية. يمكنك وضع عنوان ثاني هنا، عنوان ثاني يعني وإن كان مثلا تسكن في عمارة أو في حي وأنت بعيد، ضع عنوان خالك أو عمك أو مثلا قريب لك أو صديق له عنوان واضح ليصل إليه البين كود. هذا البين كود هو الذي تحتاجه إلى يعني تفعيل حسابك. إن لم يصل لك البين كود، يعني هذا البين كود ما هو؟ هي عبارة عن رسالة فيها كود سيطلبه منك جوجل، يعني بعد أن يرسلها لك ستأتيك رسالة على جوجل أدسنس بأنهم بعثوا لك بين كود. هذا البين كود يأتي إلى أدرس، تفتح الرسالة، تضع البين كود، وإن لم تضع هذا البين كود أو لم يصلك يعني كأنك لم تفعل شيء، يعني سيوقف تحقيق الدخل من جوجل أدسنس وما إلى ذلك. لذا ضع معلوماتك الحقيقية. هنا تضع يعني البوستال كود، هنا تضع المكان الذي تسكن فيه، وهنا يعني primary contact أيضا ضع اسمك أو ما إلى ذلك. هنا ضع رقم هاتفك الحقيقي، مثلا هنا ضع، أنا سأضع عشوائيا هكذا، أنت ضع رقم هاتفك الحقيقي. وهنا يمكنك مثلا أخذ يعني ما تريده، مثلا بما ستتواصل ما إلى ذلك. يمكنك هنا وضع يس يس على الجميع أو نو نو كما تريد، يعني هذه فقط ليعلمك بها الجوجل. عفوا أخطأت، سأضع عشوائيا هكذا وأضغط سيب ماي لاتر. وهنا يعني ضع رقم هاتفك وأضغط سند فيريفيكيشن كود. أنا فقط سأخف الفيديو سأقوم يعني تفعيلها ما إلى ذلك، هذا ليس رقم حقيقي وأضعته عشوائيا. الآن بعد أن أتاني الكود أضغط على فيريفاي يعني هكذا، واضغط هنا يس واضغط على accept يعني قابلت الشروط وما إلى ذلك. سيقول لك أنه سيصلك إيميل بالتأكيد وما إلى ذلك يعني على حسابك. هنا كما ترون لدي كل المعلومات، يعني سيأتيك معلومات عن جوجل أدسنس بأنهم قالوا بالتفعيل لأنه لا مشكلة لهم مع تفعيل القنوات يعني، ومن هذا القبيل ستدخل إلى جوجل أدسنس. سأشرح لكم في حلقة قادمة عن جوجل أدسنس كيفية استقبال الأموال وما إلى ذلك، وفي الحلقات التي بعدها سنشرح عن يعني بدلاء الأدسنس. تبقى شيء أخير فقط سأشرحه لكم، تضغط My Channel. هنا لديك في إعدادات القناة Edit Channel Art كما ترون، هنا دائما يمكنك التعديل، هنا يمكنك إضافة Channel Description يعني حول القناة وما إلى ذلك. وأول ما ترفع الفيديوهات سيأتيك قلم مثل هذا، هذا القلم ستتمكن من تعديل قناتك، مثلا وضع الفيديوهات الأولية، وضع فيديو يشتغل تلقائيا للزوار وما إلى ذلك. ستأتيك دائما في الأقلام، هنا الأقلام ركز عليها. هنا أيضا بعد يعني بدء رفع فيديوهاتك Edit Channel Art، وسيظهر معك شانل لينك حيث ستظهر روابط هنا لتضع رابط موقعك وما إلى ذلك. كل هذا هنا الديسكريبشن وتضغط دون. وكما قلت لكم بعد أن ترفع فيديوهاتك يأتيك قلم هنا لتقوم يعني بوضع قناة أكثر جمالية وما إلى ذلك. يعني دائما ركز على شكل القناة فهو مهم جدا. إلى هنا أكون انتهيت، أتمنى أن تقدروا جهودي وتضغطوا للايك على هذا الفيديو وتشاركوه مع أصدقائكم، سبسكرايب على قناتي إن كانت هذه أول مرة تشاهد فيديوهاتي. دمتم في رعاية الله والسلام عليكم.